السلام ومرحبا بكم. تلامذة السابعة أساسي في فيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نصلحوا مع بعضنا الشرط رقم 3 اللي هو يدخل في إطار المنتج التقني وتطوره عبر الزمن. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساوش تدعمونا على القناة بالاشتراك ليصلكم كل جديد وشكرا. نبدأ في النشاط رقم 3. المنتج التقني اسمه سخان ماء شمسي. نقرأ مع بعضنا وضعية الانطلاق. بعد أن كانت عملية تسخين الماء بالطريقة التقليدية باستعمال النار والحطب تطورت لتعتمد على حلول تقنية حديثة. قم بمساعدة والد عادل على اختيار الحل المناسب من حيث الشكل والحجم. في الصورة المقابلة جاء عندنا ثلاثة منتجات اللي هي تتمثل في السخان متاع الماء كما نلاحظوا هنا في سنوات مختلفة من 1868، والسخان الثاني اللي هو المنتج الثاني في 1889، والمنتج الثالث اللي هو السخان الشمسي هذا في 1909. كما نلاحظوا الألوان تختلف والشكل والجمالية تختلف من منتج إلى آخر. نبدأ نجاوبوا على الأسئلة المطلوبة. سؤال رقم 1، ما هو المجال الذي تنتمي له هذه المنتجات اللي هي سخانات الماء؟ يعني لماذا نستعمل سخان الماء؟ نستعمل سخان الماء للاستحمام عادة، يعني يدخل في مجال الرفاهة المنزلية. الجواب يكون مجال الرفاهة المنزلية. السؤال رقم 2، أبين التطور الحاصل لهذا المنتج عبر الزمن والأسباب التي جعلته يتطور على هذا النحو. كما نلاحظ هنا عند الرجوع إلى الصورة نلاحظوا أن السخانات تطورت من حيث حجمها وشكلها ويعني الجمالية من حيث الجمالية. لاحظوا السخان الشمسي هو أكثر جمالية بالنسبة للعين حيث من المنتجات الأخرى. يعني التطور نتبين ولا يتمثل التطور الحاصل من خلال الحجم والشكل. ويمكن طرح سؤال آخر، لماذا التطور يكون من خلال الحجم والشكل؟ وهذا باختراع ولا باكتشاف مواد أخرى وتقنيات صنع حديثة. ما تكتشفوا ماكينة جدد واكتشفوا مواد أخرى يعني. لهنا في السؤال رقم 3، ما هو الحل الأفضل بالنسبة للعم عادل ولماذا؟ كما نرجع لهنا نلاحظ اللي السخان الشمسي يكون يتغذى بالطاقة الشمسية، يعني الطاقة هي مجانية واقتصادية، بينما السخانات الأخرى يا إما تشتغل بالغاز أو ممكن تكون بالفحم. يعني هنا الحل المناسب هو استعمال سخان مائي شمسي. الحل هو استعمال سخان
ماء شمسي وآخر سؤال هو أتمم أداة التعبير عن الحاشر لهذا المنتج. اسم المنتج هو سخان مائي شمسي، سخان ماء شمسي، نكتبه في الوسط. والآن نقوم بالإجابة على الأسئلة الثلاثة. من يقدم خدمة هو المستعمل، هو المستعمل. على ماذا يؤثر السخان الشمسي؟ يؤثر على الماء. ولأي هدف هو تمكين المستعمل؟ تمكين المستعمل من تسخين الماء. وهنا نكون قد أنهينا النشاط. لا تنسوا الشد عمونا في القناة، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.